صراحه كان من المتوقع اننا نقراو عن بعد في هذا بخصوص بهذه الظرفيه ديال الوباء ديال كورونا، لاننا كنمشيو مع التزايد ديال الحالات والاصابات. في الدراسه عن بعد الدروس الاستاذ هو اللي ليه الشكر، حيت هو اللي كان بامكانه اما يقربنا بالدروس ولا كان بامكانه ما يقربناش من الدرس اكثر. كانوا شي اساتذه كيقربونا من الدروس اكثر بحال اللي راحنا حضوريا، وكانوا شي اساتذه ما كنتمنى من الجميع يدير الاحتياطات ديالو والتدابير التعقيم واللي بافيد وباش هذا الوباء شويه ينقص، والحمد لله ونقدروا نلتحقوا بالمدارس ديالنا ومع الاساتذه ديالنا ومع الناس اللي كنبغيو، ونقدروا اننا نتلاقاو مع العائلات ديالنا وفي جو يعني زوين يعني بلا خوف من الوباء وبلا حتى شي حاجه. وان شاء الله انا متاكده من المواطنين والمواطنات ان شاء الله غادي يديروا التدابير ديالهم وغادي يكونوا عازمين على هذا الوباء، وان شاء الله غادي نربحوه وغادي نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. كيف كان حيت كتبقى الاستاذ حداك كيشرح حداك كيعطيك لونفي اكثر انك تقرا، ماشي بحال مثلا كيكونوا لي كور اويتور في الماتان، حنا كنبقاو في فراشنا ناعسين كانني انا كاع التلاميذ كنبقاو في فراشنا ناعسين، ماشي هي جالسين شادين ستيلو ورقه في يدينا جالسين وكنخدموا. انا بالنسبه لي القرار الوحيد اللي ما تقبلتوش هو انني انا كتلميذه في السنه الاولى بكالوريا شحال وانا نخدم ملي شدينا الكونفينمون، وفي التالي جاونا تخلاونا بقتنا اون سيمين وقال لك الجهوي صافي غيتاجل الى وقت لاحق، يعني يقدروا يردونا لك شي شحال هذه انهم يدوزونا جهوي وطني قد وحنايا ما كناش متوقعين، زعما خلاونا ما دوزنا لا صيف ما خلاونا يعني حتى حاجه ما درنا، خلاونا تالي عطاونا قرار مفاجئ، ما خصهمش يديروا القرارات المفاجئه. بالنسبه للوباء راه الا كنا حنا تظلمنا وما دوزناش الجهاوي في هذا الوقت هذا راه بسبب المواطنين، حيت هما اللي ما ملتزمينش بالقرارات ديال الدوله، يعني ما ملتزمينش بالحجر الصحي، كما كنشوفوا الشوارع كما كنشوفوا الشواطئ كل شيء عامر، يعني حتى شي حاجه ما ملتزمينش كاع. هذا الشيء اللي مسبب لنا في ان الوباء ماشي عن بعد. تطلب بان في المغرب يعني في المغرب ما كانش اختيار يعني الدراسه عن بعد كنشاط تكميلي، وانما فرضته الظرفيه اللي كيمر بها المغرب بهذا الوباء ديال كورونا اللي حتم ان المسار التعليمي يعني خصو يتكمل. وهذه الطريقه هذه كانت من بين الطرق اللي المجتمع المغربي الفاعلين السياسيين نهجوها، لان الطريقه هذه هي اللي من خلالها غادي يستطيعوا التلاميذ والطلبه باش يواصلوا المسار التعليمي ديالهم برغم وجود هذا الوباء. هي فعلا كتكون طريقه تكميليه ناجحه، ولكن مادام ان الدوله كتمر بهذه الظرفيه هذه كانت هي الطريقه الافضل والطريقه يعني اللي من خلالها يستطيعوا التلاميذ والطلبه باش يكملوا المسار التعليمي ديالهم، وان كان التلاميذ يعني مستوى بكالوريا فاقل، يعني هؤلاء يحتاجون الى الرقابه يحتاجون الى التوجيه يحتاجون الى الاشراف عكس التعليم الجامعي، يعني يمكن تكون هذه الطريقه ناجحه اكثر على مستوى التعليم الجامعي. اما على مستوى تعليم مقل البكالوريا فما اقل، يعني غادي يكون بعض المعيقات او ربما ما تكونش يعني بالشكل اللي كنطمحوا له في البرامج الحكوميه. العالم القروي اللي كيفتقر يعني وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، هنا كتزاد هذه الانعكاسات على مستوى العالم القروي، يعني هناك بعض الفئه من التلاميذ لو لاحظناها صراحه في الواقع لا تتوفر حتى على الهاتف او الحاسوب، قبل ان نقول تتوفر على الانترنت او المتوفر فعلا الانترنت، لا تتوفر حتى على تلك الوسائل نظرا لظروف اجتماعيه واقتصاديه، وبالتالي لن يتمكنوا من مواصله التعليم كما ينبغي، ولن تكون هناك حكامه في استعمال هذه الطريقه من طرق التعليم، بحيث ان هذه الطريقه غادي يستافدوا منها يعني واحد الفئه بشكل اكبر مقارنه بهذه الفئه ديال العالم القروي اللي ما عندهاش امكانيات اللازمه باش الوزاره هي ارتجاليه منها، ما لحت المسؤوليه ماشي هي فرقه المسؤوليه مع العائلات، ولكن لحت المسؤوليه للعائلات. المساله ديال الحضوري هي مساله تجاريه، بكل صراحه الانسان ان قضيه باش يحضر إذن مسألة تجارية ديال شراء الأدوات، شراء الكتب، شراء لوازم دراسية.
كان عليهم اولا ما يحبطوش الدراري ديال قضيه الجهاوي. علاش اجلوا الجهاوي؟ لان ما فيش الفلوس. المساله اللي فيها الفلوس هي اللي داروها في الاوليه، هي الدخول ديال المدرسي حضور. يعني كاين لوبيات اللي بركوا على الوزاره باش دير هذه الخطوه هذه. ما يمكن لهمش انهم يكلسوا 40 يديهم لما يبركوا على الوزاره باش يبيعوا المنتوج ديالهم، لان كاين كتبه تيجيو على برا، كاين كتبه ديالنا هنايا اللي خصهم يتباعوا. هذاك الشيء باش درت هذه الخطوه هذه. علاش ما درتهاش للجهاوي؟ كانوا يدوزوا للجهاوي بحالهم بحال هذه الخطوه اللي خدات ديال الحضور. هذا سؤال، هي مساله تجاريه. اما كان اولى مادام ان المصلحه العامه كتهم لاولادنا واولاد الشعب كاملين وان تخافوا عليهم، كانت اولادها ان تاخذ قرار جريء، يا اما سنه بيضاء اما التعليم عن بعد، فاحنا غير مؤهلين للتعليم. صراحه انا ما موافقينش على هذا الري هذا كاع، لان بنظرا للحجر الصحي اللي كنا جالسينه في رمضان وفي هذا، كنا كنحسوا براسنا حنا اللي كنقراو ماشي ولادنا اللي كنقراو، حنا اللي كنا متبوعين بالوقت اللي كينوضوا فيه. وكان هذا حنا غير كنوصلوا للولد شنو يقول في التليفون، ما كانش نهائيا كيعرف الولد شنو غايقول ولا البنت شنو غتقول. فبالاحرى انهم يقراوا العام كامل عن بعد في 2021، كنا كنحسوا براسنا حنا اللي متبوعين، حنا اللي كنقراو. اما الولد كان نهائيا ماهاش المسؤوليه، حنا اللي هذه المسؤوليه وحنا اللي باغيين ينجح. حنا تنقولوا بان الا ما كانتش القرايه غتكون القرايه عن بعد، فمن الاحسن انها تكون سنه بيضاء ما يكونش هذه القرايه عن بعد. حنا حنا ضد الفكره ديال اننا نشريو الكتب ونوجدوا في ثاني نخليو نسمحوا في وليداتنا حنا خدامين ونسمحوا فيهم. شنو لقاوهم؟ لقاوهم كيقراو، لقاوهم كيشوفوا في التلفزيون متبعين الرسوم.